المقابلة غتكون مقابلة صعبة ولكن ليست مستحيلة. التشكيلة أنا نتكلم لك على المجموعة اللي اختار وحيد، فيها واحد المجموعة ديال اللاعبين فيهم اللي ناقص جاهزية في الفريق ديالو، فيهم لاعبين اللي كيستحقوا ما كيتناقشوش. الركائز الأساسية ديال المنتخب راه موجودة. اليوم حنا كننتظروا على أن لأننا على مرمى حجر وعلى أن أمامنا العقبة الكونغولية فيها محطتين، الأولى وامتياز ديالنا حنا غادي نلعبوها في كينشاسا. بالفعل كاين ملعب اللي ما ننساوش على أن الملعب بعشب اصطناعي والساعة الرابعة كاين الحرارة، ولكن هذا كله يعني كرة قدم. المنتخب الوطني المغربي جاهز لتحقيق نتيجة متميزة. حنا الآن نطمح جميعا بعد ما خسرنا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة وكنا من المرشحين باش نحققوا نتيجة مزيانة، على وحيد خليل وزيج أن لا يكرر الخطأ ويكون استفد من الخطأ، لأن كيف تيقولوا عاموا علينا المصريين في المقابلة اللي خرجونا منها، ونتمنوا أنه يكون استفد وعرف كيف يدبر الأمور ديالو ويختار العناصر الصالحة والحقيقية واللي عارفة كيف تواجه المقابلة ونحققوا نتيجة مهمة في كينشاسا في الملعب ديال الشهداء باش نلعبوا المقابلة ديال هنا إن شاء الله يعني نسبيا بارتياح، ونخرجوا بأقل الأضرار من كينشاسا. خرج بأقل الأضرار غادي يعطينا، وعموما كاين أمل كبير، كاين طموح لكل فرحان أنه غادي نتأهلوا إن شاء الله ونمشيو للمرة السادسة، خلافا للكونغو الديمقراطية اللي كنا مقابلة اليوم ديال مارس 2022 تختلف عن مقابلة 1974. مقابلة 1974 كان فيها حكم غني فاسد وكانوا مسؤولين فاسدين، وهذاك هو السبب علاش كنا تقصينا وخسرنا 3-0، ولكن الامر يختلف اليوم. حتى المقابلة ديال الثانية اللي كنا غنلعبوا مع الكونغو الديمقراطية في لو 16 نهار 16 ديسمبر 1993 في المغرب ما لعبناهاش، قاطعنا تلك المقابلة لأن الفيفا ولا الكاف آنذاك بدوك المسؤولين ديالهم اللي كان كيسير الكاف كان رئيس ديالهم تيسيما لم ينصفوا المغرب، وهذا هو علاش. ولكن الأمور اختلفت الآن، حنا عندنا منتخب أقوى وحدودنا وافرة إن شاء الله، فقط وحيد خليل الزيتش يكون بعقله.